شهرين بعد الوباء هذاك غيرنا المعطيات، لكن انطلقنا من الواقعية، نقول بالبراغماتية أننا نحافظ على توازنات بصفة صحيحة، لكن رفضنا باش نروح لصندوق النقد الدولي. كان ضغوطات الآن، ضغوطات الموجودة على الجزائر كمسألة سياسية هي باش الجزائر تخضع اقتصاديا، والسوق النقد الدولي يفرض عليك قلصت من السيادة نتاعك، وهذا احنا مستحيل. احنا اليوم هذا هذا الذكرى هذه نتاع نتاع طلبة نتاع الثورة هو الحفاظ على السيادة نتاعنا، والرهان الآن اللي موجود هو حول السيادة. لازم الطالب يفهم باللي التحدي الكبير هو نحمي سيادتنا. يعني وش معنى سيادتنا؟ هو القرار نتاعنا يكون، لانه هذا من بعض الدول نهارت خلاص تماما، نهارت تماما، عاد يرفضوا عليها، يرفضوا عليها حتى البنيه السياسيه نتاعها. احنا هذا غير مقبول، وهذا هو الرهان الاساسي اللي الطلبه لازم يدعموا. من حق الطلبه يدافعوا على افكارهم ويكونوا نفوسهم والى اخره، ويشاركوا في الحركيه السياسيه نتاع بلادهم، لكن بفهم التحديات والرهانات. هم القطار يخليوش روح الناس اخرين يسوقوهم، وهذا هو الرهان الكبير. انا احترم كل الافكار كاستاذ جامعي، ولكن لازم النقاش هذا في الجامعه يكون قوي جدا، لانه المكانه تاع الجامعه هي مكانه جوهريه.